كابتن. حبيبي يا محمد، ازيك يا محمد؟ منور دايما. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، وحشني. ربنا يخليك يا محمد. عايز اهنيك على ادائك هذا الموسم. بصراحه منذ بدايه الموسم واحنا بنتكلم عليك هنا في قناه النادي الاهلي عارفين طريقه ادائك، ولكن ما شاء الله اسلوب مميز. قدرت انك تصنع فريق محترم بيلعب كره هجوميه، كره حديثه، وحصلت على يعني الصراحه اعجاب الجميع. ان شاء الله كل التوفيق في المباريات المقبله كابتن علي. حبيبي يا محمد، الحمد لله، يعني ده من كرم ربنا، وربنا دايما بيقول لكل مجتهد نصيب. احنا بنتعب جدا، واحد بيحب شغله بيجتهد وبيصرف على شغله، ودي حاجه مهمه جدا. فاكيد زي ما انت بتقول، مهم جدا ان دايما يكون في، لان عالم التدريب كل يوم فيه جديد، نعم، مهم جدا تبقى متابع كل حاجه وتبقى ابديت بكل حاجه جديده. والحمد لله الواحد بيحاول، يعني بيكافح ان هو بيعمل فرقه محترمه وفرقه كويسه بقى عندها شخصيه. زي ما بقول، في فرق كتيره جدا في الدوري يمكن ما عندهاش الجراه بتاعت الاسيوطي دلوقتي. فرقه عندها جراه وما بتخافش من حد، ما بتهبش اي فرقه، بتلعب المقاولين لما كان متصدر قبل ما النادي الاهلي طبعا يلعب الماتشات بتاعته. نعم، كنت كسبان المقاولين، هو المقاولين بيتعادل معاك. المقاصه اول ماتش انت كسبان والمقاصه بتعادل معاك. الانتاج الحربي فرقه كبيره، انت اللي كسبان الانتاج الحربي 3. فانت ما بتخافش، الحمد لله فرقه بتلعب النادي الاهلي احسن فرقه في افريقيا كلها، ولاعيبه كلها لعيبه تقيله ولعيبه جامده جدا ولعيبه بملايين بتلعب، يمكن يعني عامل اداء مشرف وحاجه محترمه. ولعيبه ازاي انت بتوصل لعيبه، ما يبقاش خايف، ما يبقاش قلقان من حاجه. عندك لعيبه صغيره كتير قوي في الملعب، مواليد 96 و93 كتير جدا في الملعب، متعاملين طبعا بثلاثه خبره اللي هو اوكا وسعيد اوكا صالح جوزي. وحماده طلبه. لكن الحمد لله، بقول الحمد لله طبعا، يعني الفرقه اللعيبه كانت رجاله فعلا، ولعبوا جامد جدا ونفذوا فعلا التعليمات كلها اللي اتقالت لهم. واحنا كنا مذاكرين طبعا النادي الاهلي، يعني انا عارف اللعيبه كلها، انت عارف كل اللعيبه كلها، يمكن اغلبيتهم كلهم يعني اخواتي الصغيره طبعا ولعيبه كانوا عندي، انا عارفهم كويس قوي وحافظهم كويس. ودايما بنقطع، دايما بحاول اعمل فيديوهات كده ملخصات، بقطع دايما الفرق اللي هتلاعبها عشان اللعيبه دايما تبقى حافظه بتلعب ازاي، حفظهم يعني السيناريو اللي معاك. هيواجهوه. برافو عليك، ويبقى شايف مين عندهم مثل مين في الاهلي بيعمل كورسات قد ايه، محمد هاني بيعمل قد ايه كورسات، صبر رحيل الفتره الاخيره هو اللي بيلعب بيعمل بيعدي ازاي. يبقى الحاجات خلاص كل يوم في تطوير وكل يوم في جديد. فزي ما بقول لك، زمان كنت بتتفاجئ في الملعب تقول ايه ده عندهم عندهم مثلا 2 لعيبه وثلاث لعيبه، تتفاجئ في الملعب. دلوقتي لا، انت بتبقى نازل حافظ ومذاكر الفرقه اللي انت هتلاعبها، ده مهم جدا. يعني طبعا كابتن علي، كابتن علي عايز اعرف وجهة نظر حضرتك في اداء النادي الاهلي وطريقة النادي الاهلي هذا الموسم. النادي الاهلي طبعا عنده دايما من الذخيره ولاعيبه جامده ولاعيبه قويه جدا، انت لازم لما تخش في اي بطوله لازم تجيبها. وده فعلا بيسمح له كده، لان ما شاء الله عنده جهاز فني محترم جدا، عنده لعيبه على احسن لعيبه في افريقيا موجودين في النادي الاهلي. عد في كل مكان تتكلم في 3 لعيبه، وهو ده الفرق بين اي فرقه بتلعب على بطوله وفرقه بتحاول انها تبقى موجوده متواجده وخلاص. نعم، النادي الاهلي اللعيب يعني صبري رحيل مثلا كان من فتره كان رقم 3 مثلا، نعم. يعني كان علي معلول، كان السيد، بعد كده صبري. نعم، دلوقتي صبري لما لعب رقم 3، لما لعب اكن نعم. اول بالظبط، حاسس بفروق. ودي طيب، ميزه طبعا في الجهاز الفني، بيقرب اللعيبه كلها من بعض. رقم 2، انك انت اللعيبه كلها ما شاء الله، انت عندك اعلى لعيبه موجوده، زي كنا، بس انت عايز ايه هم يعملوا لك، انت بتفكر في هم ينفذوا لك. طيب كابتن علي، مين اكتر لعيب حسيت ان هو مزعج من النادي الاهلي في لقاء الامس؟ لا، في طبعا كل اللعيبه لعيبه جامده جدا، وطبعا لكن طبعا اللي فايق قوي اجاي، فايق بطريقه غير طبيعيه. ممتع، ها؟ عبد الله بيلعب السهل الممتنع، وبعدين بيعدي بالسلس، عارف اللي هو اللعيب اللي ممكن يلف بيك في لحظه، نعم، وسهل، ومن غير تعقيد، من نعم، غير عقد، ومن غير ما يقعد يضرب، ومن غير ما يقعد يحك، لا 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 لا، بمنتهى السهوله. لعيب جامد جدا، لعيب تلعبه فروت يعني يجيب لك، تلعبه تحت فروت يصنع لك ويجيب لك. فلعيب انت عندك ما شاء الله، عبد الله السعيد طبعا يعني حاجه، عنده حلول. وفي ثانيه الماتش كان مقفول جدا بالنسبه للاهلي امبارح، اللي حل مين؟ عبد الله. نعم، واللي جاب الجون الثاني بقول لك برضه، حتى اللي هو لما تحسش اللي هو الجون بتاع اجاي، اللي هو السوري بتاع اجاي، اللي نعم، هو اللي كان الحكم كان مصفر قبلها، يعني نعم، كابتن جهاد كان مصفر قبل ما الكره تتشاط. لكن قصدي اقول لك، بص اجاي اللي بقول لك عليه، فايق فوقان جامد جدا.
طيب دول اللي هم الاثنين اللي ممكن يعني يصنعوا لك الفرق في اي وقت. طبعا في زكريا وفي وليد، لكن احنا كنا مقفلين بشكل كويس. لكن هي البوست الواحده، هو النادي الاهلي دايما بيلعب على ان انت لازم تقول 90 دقيقه تبقى مركز. نعم. واحده ما تبقاش مركز فيها سهل جدا يخلص الماتش. طب انت حضرتك كنت قلت وليد، هل تقصد وليد ازار ولا وليد سليمان؟ لا وليد سليمان. نعم وليد سليمان. وليد ازار وطبعا لعيب كويس كويس جدا. لكن خلي بالك انا في لعيبه بنجيبها دايما، انا دايما بقيس دايما اللعيب اللي انا بجيبه اللعيب الافريقي ان هو دايما يصنع للفارق نعم. البطولات الافريقيه. نعم. مش يصنع للفارق في البطولات المحليه. نعم. كبير قوي. خلي بالك النقطة دي مهمة. طيب يعني انا عايز نقطة مهمة جدا، وهاخد حضرتك ليه نقطة برضو من نفس المنطلق. جائزة افضل لاعب في العالم حضرتك شايف مين؟ هل كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي؟ لا ميسي. شايف ميسي. طبعا ميسي طعمه مختلف. ميسي عنده كل حاجة. طبعا كريستيانو لكن ميسي ما في يعني بيبقى عندي احساس ان هو قبل ما ينزل يبقى معاه جون كده كده جايبه قبل ما ينزل. نعم. كريستيانو السنه ده يا كابتن. انا بحب، انا بستمتع بميسي اكتر. احس ان ميسي برضو حاجه اكن مش شبه اللعيبه خالص. في فرق كبير قوي بينه وبين اي لعيب. كابتن علي هاخد حضرتك لنقطه مهمه صراحه، هي يعني بتفرحنا ان وجود ابناء النادي الاهلي الان على قياده تدريب العديد من الفرق. دلوقتي عندنا اكتر من 6 فرق مديرين الفنيين من ابناء النادي الاهلي. هل حضرتك شايف ان دي ظاهره ايجابيه بالنسبه لمدربين النادي الاهلي اللي عارفين روح الفوز وروح المكسب والاداء والاخلاق ومبادئ النادي الاهلي؟ طبعا مفيش كلام. طبعا انت اولا انت عارف طبعا النادي الاهلي احنا متربين ازاي ودايما متعودين على المكسب، ودي حاجه مهمه جدا ومهم جدا انك انت بتنقل الكلام ده شخصيتك. خلي بالك شخصيتك بتنقل اللعيب. نعم. دي حاجه مهمه جدا. اللعيب بيتطبع دايما بطبع المدير الفني. نعم. او بالجهاز يعني. بيشوفك انت عايز ايه، هل انت بتخاف؟ تبقى خايف زي، تبقى جبان زي، هل انت جريء وعندك جرأه وما بتقلقش من حاجه ما بتخافش من حاجه يبقى شبهك. نعم. فمهم جدا انك انت تفرق يعني تطلع اللعيبه عندها الاساسيات دي، وان انت بتكرر اللعيب وانك انت بتلعب لعيبه صغيره في السن. ده بتطلب من اللعيب ان هو يكون جريء برضه مهم قوي. المدرب يبقى عنده جرأه. مهم جدا. ممكن اكون اطلب انا من لعيب زي ما كنت بطلب من رمضان وتريزيجيه ان هم ما يخافوش، ولما كانوا قبل ما يطلعوا الدرجه اقول لهم هتطلعوا فوق مش عايز تديله تاني تبقوا فوق ما تطلعش فوق ما تبقاش كومبارس. نعم. تطلع فوق تبقى اضافه وتكسب النادي وتكسب الفرقه. هو ده الفرق بين لعيب جامد ولعيب تقيل ولعيب خفيف. نعم. فانت كمان كمدير فني لازم تبقى عندك الشخصيه دي، ما ينفعش تقعد تقول للعيب واللعيب يبقى عنده الجرأه دي وانت بتخاف. شخصيه المدرب دايما بتتعكس على اللعيب. كابتن مصر النادي الاهلي كابتن علي ماهر المدير الفني للاسيوطي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كلام مهم جدا قاله كابتن علي ماهر، وصراحه يعني قبل ما نختم الشان المحلي، الهدف الملغي لجونيور اجانيه مع كابتن بحجم وقيمه كابتن جهاد جريشه علامه استفهام كبيره جدا. انا مش عارف الجون اتلغى ليه. في كره القدم في حاجه اسمها اتاحه فرصه، وجونيور اجانيه هجمه واعده وهو اخر واحد مع المدافع، فحتى لو حسبها فاول لازم يبقى فيه كارت، والكارت كان هيبقى احمر لان ده اخر لعيب في